التي نعبر من خلالها عن تضامننا الكامل مع هذه الثورة التي أثبتت خلال السنوات الماضية أنها ثورة ملتزمة تفهم طريقها بشكل جيد وتلتزم بالمبادئ الإسلامية والمبادئ الثورية، لم تصرفها كل هذه الإساءات والاضطهاد وكل أشكال الإجرام بحق هذه الثورة، لم يحرفها عن طريقها المرسوم. نحن نؤمن أنها سوف تنتصر في النهاية لأنها تسير على الحق، لم تقامر على مستقبل الشعب البحريني أو على الوطن من أجل تحقيق التغيير، وإنما التغيير من أجل صالح الوطن وليس من أجل خلق حرب أهلية أو من أجل تدمير الوطن. هذا قمة الوعي في الثورات. ضد نظام هو فاقد للشرعية الشعبية، وبالتأكيد هو غير مؤهل لقيادة مشروع البحرين ولا أي مشروع آخر، نحن نفهم ذلك، غير مؤهل وأيضا فاقد للشرعية الشعبية، غير منتخب. أسوأ من ذلك، أثبت خلال السنوات الماضية أنه ليس فقط غير مؤهل لقيادة مشروع البحرين سياسيا اقتصاديا إلى آخره اجتماعيا، وأنه غير شرعي، وإنما أيضا فاقد للشرعية الأخلاقية، نظام غير أخلاقي بكل، نظام غير وطني، نظام غير عروبي، نظام غير إسلامي، يعني هو يفقد كل أشكال الشرعية، وبالتالي مواجهته هو واجب ديني واجب شرعي على الأمة كلها. عندما يعتبر إسرائيل ووجودها أو وجود إسرائيل شرعي والدفاع عن نفسها شرعية ضد الشعب الفلسطيني، ويصف بأعمال الشعب الفلسطيني المناهضة للاحتلال على أنها إرهاب، هذا برميل الزفت الذي يقود وزارة الخارجية البحرينية للأسف الشديد. ولم تكن زلة لسان، وإنما هذه واضح أنها طبيعة، جزء من تكوينه الذاتي صهيوني رسمي، حتى قد يكون فاق كثير من الصهاينة وقاحة واندماجا بهذا المشروع الصهيوني. لذلك هذا النظام نحن نؤمن إيمانا قاطعا أنه غير شرعي شعبيا، غير مؤهل لقيادة مشروع البحرين، أيضا هو لا يمتلك أي شرعية، لا دينية لا أخلاقية لا سياسية، لا يمتلك أي شرعية من الشرعيات، وبالتالي تغييره واجب ديني على كل المسلمين. هذه الثورة ثورة مميزة، كما قلت نحن يعني نقف إلى جانبها بشكل كامل، وخصوصا أن شعب البحرين هو شعب من أفضل الشعوب، قد يكون حتى شعوب المنطقة تاريخا. دول الخليج الأخرى ماذا كانت؟ عبارة عن مجموعات بدوية، ولكن البحرين هي حضارة تاريخية قديمة جدا ومعروفة حاضرة من حواضر الإسلام منذ عصور طويلة. لذلك هذا الشعب دائما كان يقف إلى جانب حقوق الأمة، كان من أكثر الشعوب وطنية ومن أكثر الشعوب انحيازا إلى القضية الفلسطينية. دينيا نحن نعرف أو الآن متفقون جميعا أن أي نظام غير مؤهل لا يجوز أن يقود أي شعب، يعني هذا على مستوى الجامعة، إذا جبت أستاذ غير مؤهل لقيادة الجامعة مرفوض، جبت أستاذ يدرس في فصل من الفصول غير مؤهل مرفوض، لا يمكن التعاقد معه، فكيف بمشروع أمي أن يقود جهال وعملاء ومتصهينون؟ التأهيل مسألة مهمة، والمسألة الثانية هي أن يكون متعاقد معه شرعيا بدون موافقة الشعب، بدون رضا الناس، حتى المؤهل لا يستطيع أن يقود.
إذا بدنا نجيب أستاذ إلى جامعة طهران ولم تتعاقد معه الجامعة حتى لو كان أكبر أستاذ في الكرة الأرضية كلها، لا يجوز له أن يجلس في الصف ويقول أنا فلان الفلاني، لا، يجب أن تتعاقد معه أيضا الجامعة حتى يكون مؤهلا لقيادة صف، للتدريس في صف، فما بالك في قيادة مشروع للأمة دون تأهيل ودون انتخاب الشعب ليس مؤهل. فما بالكم كما ذكرت وأكرر لأنها جدا مهمة، إذا كان هذا يفقد حتى مؤهلاته الأخلاقية، يعني هو ناقص بدرجة غير عادية، لم نرى حتى يعني نتنياهو ببجاحته ووقاحته وكل صلافته لا يمتلك هذا المستوى، مستوى وزير الخارجية البحرين للأسف الشديد. لذلك نحن نقف وراء هذه الثورة، نقف وراء أسلوبها، ويجب أن يدرس لأنه فعلا أسلوب جدا راقي، وأثبتت أنها لا تريد علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما تريد التغيير من أجل علو حقوق أو علو المبادئ، علو الحقوق الإنسانية، مبادئ الإسلام الحقيقية، هذا العلو التي تريد هذه الثورة. لذلك نحن نقف فعلا خلفها، خلف هذا الأسلوب الراقي، ويجب أن يدرس لكل هذه الأمة ولكل الغيورين على هذه الأمة. الشعوب يجب أن تنتفض ضد كل حكامها غير المؤهلين. إذا نظرنا إلى الأمة من شرقها إلى غربها يقودها كلهم متخلفون وعجزة ومعاقون للأسف الشديد، ويمارسون كل أنواع الإرهاب ضد هذه الأمة، ويسجنونها مع أنها خير أمة أخرجت للناس وتمتلك من الطاقات ما تستطيع به قيادة العالم وأكثر. مرة أخرى نقف إلى جانب هذه الثورة الكريمة، ونؤمن أنها سوف تنتصر في النهاية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثون. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.